على المشاهدين الكرام مشاهدي الفاس بريس، معنا اليوم الهاشم نويرة الكاتب والإعلامي الصحفي من تونس الشقيقة. تعيش تونس أوضاعا البعض يصفها بأنها انقلاب والبعض يصف بأنها تصحيح مسار. في هذا اللقاء مع الهاشم نويرة سوف نتعرف على حقيقة الأوضاع وحيثيات كل هذه الأمور. هاشم نويرة أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. أولا نبغي نعرفوا شنو هو التوصيف الحقيقي اللي ممكن تلقوه على الأوضاع الآن في تونس بعد القرار الرئاسي الأخير؟ هو ما فيش توصيف حقيقي، فيه رأي في ما جرى. يعني باش نعطيك التوصيف من وجهة نظر الهاشمي نويرة، وأنا أعتقد أنه مسار هو حركة تصحيحية، لأن ما كان سائدا هو الانقلاب ذاته، هو الانقلاب على مفهوم الدولة، هو الانقلاب على المجتمع، هو الانقلاب على قيم المجتمع، هو محاولة ضرب نموذج حضاري متفرد تونسي من طرف جماعات مضوية وجماعات ما تؤمنش بالقيم الحداثة وبقيم التقدم، ما تؤمنش بالبعد الوطني للدول. هذا هو الانقلاب، هذا انقلاب على النموذج الحضاري التونسي، وما جرى هو عمل تصحيحي من أجل إرجاع الأمور إلى جادتها ومن أجل إرجاع الأمور إلى المسار الصحيح، فضلا على كونه لا يمكن في تقديري الحديث عن انقلاب انطلاقا من تطبيق نص دستوري، لأنه هو ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو تأويل للفصل 80 من الدستور التونسي، وهو تطبيق بحسب تقديره للفصل 80، ولا يمكن أن يكون الانقلاب انطلاقا من تطبيق نص دستوري أو نص قانوني، فضلا على كون الانقلاب لا يكون انقلاب الأغلبية على الأقلية، لأنه مشاهده الشارع التونسي يوم 25 جويلية من حراك مكثف ضد التحالف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية والتابع للإسلام السياسي، هو بين بوضوح أن المد الكبير من الشارع ضد هذا التحالف الحاكم، وبالتالي لا يمكن الحديث أنه الأغلبية تنقلب ضد الأقلية. الشيء الأكيد هو أنه الشارع التونسي تحرك، وأنه لولا أن الرئيس اتخذ هذه الإجراءات من أجل حسم الأمور ومن أجل تصحيح الأمور لكان الشارع التونسي ارتاع على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية، لأنه ما عندوش خيار، هو ذهب في اتجاه إرادة الشعب. وأنا دائما عندي بعض الأفكار اليسارية القديمة، ما زلت أؤمن أن إرادة الشعوب لا تقهر، ولكن هذا الشعب هو الذي صوت على حزب النهضة. اي صح، هو صوت على حزب النهضة بمقتضى قانون انتخابي على درجة كبيرة من التعاسة، لأنه لا يمكن الحزب الفائز في الانتخابات من أن يفوز، من أن يحكم، لأنه لا يمكنه من أغلبية. قانون انتخابي له قدرة كبيرة على تشتيت المشهد الحزبي والبرلماني والسياسي عموما، وبالتالي فإن حركة النهضة صحيح أنها كانت الحزب الأول، ولكن بأي نسبة وبأي نسبة مشاركة وبأي قانون انتخابي، هذا أسئلة لابد أن تطرح. وبالتالي أرى أنه أيضا، وهذا أيضا على درجة من الأهمية في تونس النقاش حولها، أرى أنه النقاش حول القانون الانتخابي مهم جدا، فضلا على كونه حركة النهضة. أنا تابعت المسيرة الانتخابية متاع حركة النهضة من 2011، في 2011 كان عندها 1,400,000 صوت ناخ. آخر انتخابات لحركة النهضة تقريبا 320 إلى 350 ألف صوت، يعني القاعدة فقدت ثلثين تقريبا، فقدت أكثر من ثلثين. القاعدة الانتخابية لحركة النهضة تنحصر، يتوج هذا كله باستطلاعات الرأي. نحن نشوفه في انهيار شديد، هي وزعيمها حركة النهضة. زعيم حركة النهضة هو الشخصية الأكثر مكروهة في تونس، هذا حسب استطلاعات الرأي. شفنا الشارع التونسي يوم 25 جويلية، يعني حالة احتقان كبيرة جدا وحالة كرة كبيرة جدا ضد حركة النهضة. والله أنا نزلت تدوينة يوم الأحد، يوم ما صار قرار رئاسي، لا يوم الأحد أو يوم السبت،
لا هذا كان نزلت يوم القرار الرئاسي نزلت نص وطالب فيه الرئيس بتطبيق الفصل 80 وغير الفصل 80 الآليات التي بحوزتي، لكن نزلت أنصح جماعة النهضة أنهم يلقوا حل، لأنهم شادوا في الضريبة جماعين إذا ما يلقوش حل مع الشق المناهض لكل عملية اندماج في المجتمع التونسي ولكل عملية تحديث مدني، الشق الذي ما زال رابط نفسه بحركة الإخوان الدولية، الشق الذي ما زال يرى في الخلاص هو خلاص الأممية الإسلامية. احنا في تونس لا ما يتعداش هذا الكلام، في تونس عندنا مجتمع مدني قوي جدا عنده حساسية غريبة جدا من الإسلام السياسي، حتى وإن ترى للبعض أن الإسلام السياسي يمكن له أن يحوز بعض الفضاءات، فإنه سرعان ما ترتد الأمور، لأنه يعني في ظل هذا الأمر في ظل المؤاخذات على حزب النهضة أين هو الصف اليساري؟ أين هي الأحزاب اليسارية البديلة التي يمكن أن تسعى إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وبطريقة حداثية أكثر؟ هو مش إما النهضة أو اليسار، لأنه مع الأسف نقول هذا الأحزاب اليسارية، وأنا أعتبر نفسي بمزاج يساري وهواء يساري، الأحزاب اليسارية لعبت دور التياس أغلبها، حتى لا أقول كلها، لعبت دور التياس بالنسبة لحركة النهضة بمنطلق من الدفاع عن الديمقراطية ضد وحدة الدولة والدفاع عن الحرية ضد خصوصية المجتمع وضد الخاصيات المتفردة للمجتمع التونسي اللي بطبعه حداثي ومحب للحرية. يعني الأحزاب اليسارية ما كانش عندها برنامج، الأحزاب اليسارية كانت لعبت دور تصير وراء القافلة، ما كانتش عندها الدور الريادي. حتى سيدي نرجع للكلاسيكيات اليسارية التقليدية، احنا ما نقوله اليسار هو الأحزاب اليسارية عموما تلعب دور الجرثومة الثورية حتى تبعث الهوى الثوري عند العامة والدهماء وغيره، هذا ما قامتش حتى دورها التاريخي بالمنظور الكلاسيكيات اليسارية. يعني الأحزاب اليسارية كانت أحزاب على الهامش، يعني حزب نكمل لك لحظة، الحزب اليساري الوحيد اللي كان ممكن أن يقوم بدور لأنه كان عنده زعيم حقيقي وعنده قدرة حقيقية على النفاذ إلى مطالب الناس وإلى عامة الناس وإلى الميدان، وهو الشهيد شكري بالعيد. هو قضوا عليه لأنه عرفوا مين يقتله، معنى عرفوا مين يستهدفوا بالقتل، استهدفوا الشخص والشخصيات اللي يمثلوا لهم خطر حقيقي، لأنه ما كانتش عند النية الحركات الإخوانية هذه مطلقا أنه تطور الديمقراطية في تونس، هي الديمقراطية في مغضورهم لمرة واحدة تلك التي توصلهم إلى السلطة، لكن وبعدها لا ديمقراطية ولا هم يحسنون. يعني أنه نجاح الحزب النهضة لم يكن من قوتها بل من ضعف الصف اليساري. صح، مش من ضعف الصف اليساري، من ضعف المعارضة عموما. معارضة، لأنه إحنا عندنا بين النهضة واليسار طيف سياسي وحزبي كبير ما قدرش أيضا أنه يقدم البدائل. الأمل هو أنه الحركة الشبابية اللي عندها باكجراوند معرفي وسياسي كبير رغم أنه شكلها ما يتمشاش مع الصالونات وغيره، لكن في الحركة الشبابية هذه عندها قدرة على أنه تجر حتى من أنوفهم ومن أوذانهم الأحزاب السياسية حتى يتجهوا الاتجاه السليم من أجل المحافظة على تونس وعلى وحدة دولة تونس وعلى وحدة أرض تونس. يعني بالنسبة للسيد الرئيس ألم يكن هناك خيار أكثر أو يعني أكثر ديمقراطية من اللجوء لهذا؟ البعض يشوف بأنه يعني تمت حيازة عدد من صوته وهذا شبيه بالنظام الدكتاتوري أو الاستبدادي. لا 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 لا. هذا أولا سعى هو خيار ديمقراطي لأنه مبني على نص قانوني جاء بطريقة ديمقراطية، مفترض قالوا أحسن دستور في العالم، مش أنا قلت، جماعة النهضة قالوا هذا أحسن دستور في العالم، هو طبق فصل من فصول الدستور إلا تم التصويت ليه بالإجماع وصفقوا له كلهم أعضاء المجلس التأسيسي وخلاص. يعني إشكال فين الديمقراطية؟ قد كان يكون هناك خوف على الديمقراطية لو كانت هذه الإجراءات اللي تم اتخاذها ما عندهاش طبع وقتي، لكن طبع الوقت في حد ذاته هو ضمانة
على المدى القريب والمتوسط أن هذه الديمقراطية عائدة إلى محالة. الديمقراطية بالمعنى مش اللي كانت عليه في زمن النهضة، لأنه ما كانش ديمقراطية في عهد النهضة، كانت محاولات ممنهجة من أجل وضع اليد على الإدارة والدولة والمجتمع لتغيير النموذج الحضاري المجتمعي نحو نموذج آخر. تونس ما عندهاش به ولا علاقة. كنا أمام أخوانة النظام بين قوسين. هما حاولوا لكن ما يستطيعوش. مثل ما قلت لك في الأول، إحنا عندنا مجتمع مدني عصي عن الاختراع. عندنا اتحاد عمال قوي جدا، قوي جدا. وهو باستطاعته أنه يكون الكونتر بوا واللي يوزن في مواجهة أي طرف مهما تغول، مهما تغول. وعندنا نخبة ما زالت على صمتها، لكن عندما تتحرك تتحرك بقوة. وعندنا شبيبة عندها مخزون معرفي سياسي مهم، هي الآن اللي خارج على السطح. وعندنا مرأة لا تقبل التراجع مطلقا عن حقوقها. عندنا عديد المقاومات التي تقف حائلا دون أي حزب سياسي متطرف أنه يتصور حاله في يوم من الأيام أنه يمكن أن يحكم تونس بسلاسة. يعني الآن بعد مرور 10 سنوات على الثورة في تونس، الآن هناك البعض يصف أنه هناك نكوص أو تراجع عن النسق السياسي، عن يعني النسق الديمقراطي. الآن تقول بأنه الأمر يتعلق بفترة زمنية معينة. أنتم كحقوقيين وأيضا كمدافعين للحريات، ما فيش تخوف من هذا الأمر هذا؟ خصوصا في ذلك الحال معناه هذا يفترض ان احنا خلال ال10 سنوات هذه احنا نعيش نعيم الحريه، يعني في ظل حكم النهضه احنا ما نعيش نعيم الحريه، احنا قاعدين نفقد كل مقومات حريه لاحقه. شنو هي مقومات الحريه؟ انه تركز دوله القانون والمؤسسات. احنا بعيدين كل البعد عن تركيز دوله القانون والمؤسسات. احنا محكمة دستورية عندنا اكثر من 7 سنوات وما استطعناش نركزها. مين كان اللي يعطل؟ الان طالب النهضة بالمحكمة الدستورية من اجل عزل الرئيس، لكن قبل مين عطل المحكمة الدستورية؟ ما هي النهضة عطلت، لانه حبت تمكن المحكمة الدستورية وتحط فيها وتنصب فيها دواعش. يعني دواعش بجبة قضاة حبت تركزهم في المحكمة الدستورية. يعني النهضة كانت تفكر أنه كل المؤسسات لابد أن تكون عندها طابع الولائي مش طابع الكفاءة، الطابع الانتماء للنهضة مش الولاء للوطن. يعني إحنا ما كنا نعيشه أولا ليس ثورة، لأنه في عمق التاريخ والشخصية التونسية التونسي ليس ثوريا، هو إصلاحي بالأساس. وكل الحركات الثورية بين ظفرين العنيفة هي فواصل قصيرة جدا في التاريخ التونسي ولا تدوم أكثر من يوم أو يومين، والحركة العنيفة دامت ساعتين في 14 جانفي. وكل الذي جاء بعد هو التركيب الإقليمي والدولي حتى تشتغل رقعة الدومينو. احنا مثل ما نقول واشتغلت رقعة الدومينو الى عدد وشبلت دول اخرى. نعم الان يعني اعطينا شنو هي الوصفة اللي ممكن تخرج بها تونس او ترجع للسكة كيف ما نقول. انا قبل ما جي انت بقليل قلت لك دونت تدوينة، طلبت فيها الرئيس باشياء اساسية. اولا القطع مع التردد، هذا التردد القاتل الذي لا يعطي رسالة طمأنة لا للداخل ولا للخارج. التسريع بتعيين رئيس حكومة في 24 ساعة على أقصى تقدير، وحكومة في 4 أيام على أقصى تقدير، لأنه عيب أن تونس كانت تشتغل بنص حكومة قبل بحكم كونه نص الآخر معطل، الآن بلا حكومة. لابد من تركيز حكومة طوارئ قادر على مجابهة الأزمة الصحية والاقتصادية، تدخل في مفاوضات مع الجهات المانحة حتى توفر السيولة لتونس من أجل أن تنهض وقتيا بهذا الأمر. النقطة الثانية اللي طلبتها، طلبت بالإسراع والتسريع بفتح الملفات القضائية ذات الصلة بالإرهاب والفساد، لأنه هذا يعطي رسالة طمأنة أيضا للداخل وللخارج. والنقطة الثالثة
أنه لابد من إعطاء خريطة طريق واضحة حول إصلاح سياسي، إصلاح النظام السياسي وإصلاح المنظومة الانتخابية. لابد من إعطاء وشيء الرابع والأساسي يتعلق بمهنتنا، وهو أنه ضرورة الاتصال 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 اللي انطلقت من الرئيس، لأنه من غير المعقول أنه بعد الأحد صمت قاتل. لابد من الكلام، لابد من لي بوينت دو بريس اللي تعطي توضح الامور يوميا للناس حتى تطمئن الناس، وحتى الناس تفهم الرئيس الى اين يسير. الشيء الاكيد، الشيء الاكيد، لا خوف على تونس ولا خوف على الديمقراطيه شريطه ان لا تخونهم، يخونهم الذكاء للمره الاخيره، ويحاولوا أنه يمارسوا مسألة استرجاع ما يرونه من حقهم بصورة عنيفة وبصورة ممكن دموية. لما تقول سيدي لا خوف على تونس، والحل أن هناك دعوات للنهضة، دعوات متصاعدة لرد الفعل، أليس هناك تخوف من موجة عنف قد تقودها النهضة؟ في ظل يعني البعض يتحدث عن الحدود التونسية الليبية وأيضا الحدود التونسية الجزائرية، هناك تحركات مريبة على الحدود. لا اسمع، شوف أنا على مستوى الحدود الجزائرية أنا لا أخشى شيء، وأمس أيضا مثل ما كان عندنا وزير خارجية المغرب، هو أول وزير خارجية قابل رئيس الجمهورية بعد الإجراءات، جاء بعده الجزائر. يعني لا خوف من هذه ليبيا. ليبيا مسألة ثانية. ليبيا حكومة طرابلس، أنا تقديري لحكومة طرابلس أنه عندها ارتباط وثيق بحركة الإخوان وبالمنظومة الإقليمية اللي ركزت حركة الإخوان، لكن في الشق الآخر في موقف مناقض تماما، حتى تحل مشاكلها. يعني هي تحب تساهم في حل المشكلة التونسية ومخرجة موقف معارضة للإجراءات. يا بنتي ساهمي في حل مشاكلك الداخلية، أنت حكومة ما عندك ولا سيطرة على الأرض، سيطرة في الشرق عن طريق الجيش الذي يقوده حفتر. حلي مشاكلك قبل ما تعطي دروس في الانقلاب وفي غير الانقلاب وعلى الدستور وغيره. حلي مشاكلك، حلي مشاكلك قبل ما تولهي بمشاكل آخر. طيب وماذا عن رد الفعل النهضة؟ التخوف من تصاعد العنف خصوصا في ظل الاحتجاجات؟ إذا كان عندهم ذرة واحدة من الذكاء يتقبلوا الأمر الواقع، يتقبلوا الأمر الواقع. هو الرئيس بعدها أعتقد أنه إذا تعطلت الماكينة البرلمانية وغيره بشكل جدي، الرئيس لن يتوانى على الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة للأوان، لن يتوانى. إذا من مصلحة النهضة أنه تثير البلبلة، سيتصدى لها مش الرئيس مثل ما قال بوابل من الرصاص، لا لا لا، سيتصدى لها العامة والناس سيتصدون للنهضة. هم أخذوا مسطرة من هذا التصدي يوم 25 جويلية. إذا كانت انتخابات تشريعية سابقة لأول، هل يمكن أن نتوقع تصدر أو عودة حزب النهضة؟ استحالة. أنا أعطيتك انحسار بالسين القاعدة الانتخابية لحركة النهضة من 1400 إلى 350، وبعد استطلاعات الرأي هي أقل بكثير. أنا أعتقد أنه حدود النهضة لن يتعدى 100,000 150,000 ناخب في الانتخابات القادمة، وإحنا شايفين أنه ما هو رئيس حركة النهضة عمل دعوة من أجل التظاهر وجوه 100 و150 أمام البرلمان. لأنه ما تنساش أنه هذه الحركات المضوية والحركات اللي عندها طابع رجعي، عندها طابع الجبن الداخلي والخوف الداخلي الكامن، ولا يخرج عند الأزمات ويتمظهر أكثر عند القادة نتاعهم. راهو مش أنا أكيد هم كلهم يفتشوا عن سبل الخلاص، اما بالتراجع او بالهروب او باشياء اخرى. سيد هاشم نوير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في شرح حيثيات هذا الملف التونسي. مشاهدينا الكرام، شكرا والى اللقاء.